الو، ها انتوا فين؟ اوكي، يعني داخلين على هنا؟ تمام، يلا متأخروش، مستنياكم. باي. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره، انا عملت ده عشان خاطرك انت بس. ايوه يا ريج، انا مالك؟ حاضر حاضر، جاي. هاي هاي. انا اسف لو ازعجتك. لا خالص، مفيش ازعاج ولا حاجه. طبعا انت عارفه ان هنا في نظام وضوابط بتحكم المكان. اه طبعا، انا حتى مبلغه الناس اللي جايين بكده. طب يا ترى بلغتيهم لو في اي مخالفه هيدفع عليها غرامه؟ يعني مثلا لو حد اتكلم في الموبايل هيدفع 100 يورو. هم اصلا نو واي يعملوا كده. طيب انا هحتاج منك بقى 100 يورو علشان انت خالفت القوانين واتكلمتي في الموبايل، مع انك عارفه ان ده غلط. فيا ريت بقى تدفعيهم في الريسبشن. انا اتكلمت في الموبايل؟ لا ابدا خالص، ما حصلش. لا حصل. لا انا ما اتكلمتش في الموبايل. أريش، ما احبش اشوفك وانت بتكتبي. انا عارف طبعا ان الموقف محرج، بس بصراحه انا ما بتهاونش في الموضوع ده خالص. لو عاوزتي اي حاجه انا موجود في مكتبي. تعال هنا. نعم. سوري، معلش، انا اسفه، صوتي عالي لوحده غصب عني. انا بس كنت عايزه اعرف، انت عرفت ازاي ان انا استخدمت الموبايل؟ مستنيك في مكتبي بعد ما تدفع الغرامه. مستفز. Thank you.
الحمد لله على السلامة يا جماعة. الله يسلمك. بس ايه الموز ده؟ والله ما انا عارفة يا اختي. ايه ده؟ انت نطقتي؟ اخيرا خرجتي من كهن البنات اللي انت عايشة فيه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك ما تتكلميش معايا؟ اخرسي. يا جماعة احب اقدم لكم مستر مالك عبد الرحمن، هو صاحب القرية اللي احنا موجودين فيها، وانا باسمي وباسمكم كلكم بشكره جدا على المجهود الكبير اللي عمله عشان اقدر احجز لكم هنا. لا على ايه يا جماعه، انتوا نورتونا بجد. احب اقدم لك حسام كرييتيف تيم ليدر، ورشا، اسراء، مي، خديجه، روف. تشرفنا في السعيدة. انتوا منوريننا جدا بصراحه، بس انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم كده بس في شويه حاجات اوضحها لكم يعني لو وقتكم يسمح. بصوا بقى يا جماعه، هنا زي ما بصوا يا جماعه، الهدف من وجودنا هنا اننا نصفي دماغنا من اي حاجه ممكن تعطل جوانا الابداع والخيال. عايزين ننشط موهبنا، عايزين نشغل دماغنا بطريقه مختلفه، اسلوب نعتمد فيه على مشاعرنا واحاسيسنا اللي هي اصلا اساس شغلنا. انا متفائله ان شاء الله ان قعدتنا هنا هتطلع حاجه مختلفه. انا وضحت لهم الموضوع ده كويس قوي، واعتقد ان الكل متحمس. طبعا يا جماعه لو خلصتوا الميتنج بتاعكم في بره باربيكيو ورقص وغنى هتتبسطوا قوي. باربيكيو؟ بس احنا لسه واكلين. معلش شويه كده عقبال ما الاكل يستوي هتجوعوا تاني. يلا انا مستنيكم بره. طب ايه؟ يلا يلا يلا. الليل عند البوادي، الليل جينا يا بوادي، الليل عند البوادي، الليل جينا.